معنى آية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما زالت الشريعة الإسلامية توصي المسلمين بالإحسان من خلال النص الشرعي في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. فالإحسان ليس مجرد كلمة، بل قول وعمل وجهاد وتضحية وبذل وتنازل وكرم أخلاق. نظرا لعظم مكانة الإحسان في الإسلام، يتساءل الكثيرون عن معنى آية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الواردة في سورة الرحمن. معنى هذه الآية عند الإمام الطبري هو: هل ثواب خوف مقام الله عز وجل لمن أخافه فأحسن في الدنيا عمله وأطاع ربه إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا؟ وروي عن قتادة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناه: عملوا خيرا فجوزيوا خيرا. يقول محمد بن المنكدر في قول الله جل ثناؤه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل جزاء من أنعمت عليها بالإسلام إلا الجنة؟ وقال ابن زيد في قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: ألا تراه ذكرهم ومنازلهم وأزواجهم والأنهار التي أعدها لهم؟ وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنا إليهم، أدخلناهم الجنة. وعن محمد ابن الحليفة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناه: هي مسجلة للبر والفاجر.